بطبيعة الحال فكل شيء تعرف أن الفريق البيضاوي فهو بدأ بواحد البداية اللي غير موفقة، فهذا نتج عليه أن في آخر الدورات فلقى صعوبة باش يمكن لي أنه ينتصر بالبطولة. نتمنى من الله هذا الموسم أنهم يكونوا في واحد المستوى الكبير ويحققوا المبتغى ديال جمهور فريق الوداد الرياضي. فبالنسبة لنا احنا كلاعبين فهذا فريق الأم ديالنا، فتنبغيو يكونوا في واحد الحلة اللي في المستوى، وكذلك يكون واحد الفريق اللي احترافي بامتياز. تنتمنى لهم التوفيق، وتنتمنى للفريق ان في هذا الموسم انه ينتصر بالبطولة، ولما لا في كأس عصبة الأبطال الإفريقية. شي تعرف فالبطولة العربية فجات في بداية ديال الموسم، فهو تعرف الجميع ففريق الوداد البيضاوي ما كانش مكتمل الصفوف، فتنظن بأن هذه البطولة فبالنسبة لي فهي بطولة تمهيدية. فبالنسبة لعادل رمزي فأخذ واحد الصورة إجمالية على الفريق، وشاف مكامن القوة ومكامن الضعف، فتنتمنى من الله أن هذا الموسم يكونوا في المستوى ويجلبوا لاعبين اللي يعطوا إضافة لفريق الوداد الرياضي. بالنسبة لنا فبعد الانتهاء ديالنا كلاعبين فالحمد لله فدرنا دورات تكوينية، فاخذنا دبلومات ديال التدريب، فالحمد لله فاحنا عن رهن الاشاره ديال الفريق الوداد الرياضي. فتنتمنى من الله اننا نكونوا في تطلعات ديال الكره المغربيه. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.